قلت لك نهاية رجل شجاع. بداية رجل شجاع. هي بداية رجل. بداية رجل شجاع. والله بنتأمل إن شاء الله تكون بداية وصفحة جديدة. يعني لازم أنا اليوم يعني أنا قررت أعلن هذا الشيء، مع إنه كثير ناس قالوا لي لا اصبر الانتقالات الشتوية ممكن ترجع تلعب. لا صفحة بالنسبة لي انطوت خلاص. قرار يعني الإنسان لازم يأخذ قرارات حاسمة بحياته. قرار جدا صعب لأني ما بتخيل حالي برا الملاعب. أنت 20 سنة، مو 20 سنة، أنت بدك تحكي بالواقع 30 سنة أنت بالملاعب. أنا دخلت نادي الكرامة بالـ93 دخلت نادي الكرامة كلاعب في صغار نادي الكرامة. كان عمري يعني 10 سنين، هلأ 26 سنة معناتها صار لي في بالملاعب. فـ26 سنة أنت متعود على التدريبات، متعود على اللعب. لما زعلنا دورة المتوسط كان عمرك 7 سنين مصطفى. عمار هذا أنا بالـ96 أول مرة شفته عم يلعب، هو ما بيعرف القصة، بس كنا مع سكريم منتخب وكان الكرامة تحت الـ14 سنة عندهم مباراة. فواز مندو قال لي بدك تشوف لاعب مشي نحضرك مباراة. قلت له مشي. رحنا على الملعب وتفرجنا على فريق الـ14 سنة تحت الـ14 سنة. مصطفى من أول ما شفته بصراحة، يعني أنا من صغري أنا وفير أنا وفواز ودور الشباب إنه لاعب مش بس موهبة، عنده فكر. من عمره 13 سنة من هذيك العمر واليوم عم بتشوفه عم بيعتزل كرة القدم أمامه. أصعب شعوره، وأنت بدك تمسك تاريخه في راس. راح على بلجيكا عمل تجربتين، راح على نوتنغهام فورست عمل تجربة، ولو كان الرانكينج تاع منتخب سوريا بهذيك الأيام وقدر أخذ الورد بيرميت كان لعب بمنتخب، يعني كان من أول الناس اللي لعبت بنوتنغهام فورست. وراح ولعب يمكن 3 مباريات أو شيء، سجلت هدف بالفترة التجريبية. الفكر اللي عنده في راس، انت شفت مقابلته الاولى معك اول شيء قال لك انا اعشق كره القدم، يعني عم يحكي هو بشغف، وهذا الباشن مش موجود بحيالله واحد، يعني هو عم يعشق كره القدم. وهذا الشيء اللي عمله فرق حتى وقت انتقل مع منتخب سوريا على مركز ثاني، يعني لعب هو ورا مثلا قلب الهجوم اللي هو مش مركزه، تحسه عمل الفرق. يعني انا عم بحكي له، هو عم اقول له في راس ما عندنا حدا في المنتخب للان صراحه يقدر يمسك الكره هلا 5 ثواني هال6 ثواني لتقدر انت فريقك تعمل شكل للفريق. وهذا كان عمل معه حتى الكابتن ايمن الحكيم بالمباريات السابقه. بالنسبه لموضوع الكابتن فجر واعتزال، يعني هلا في راس هون مثل ما قال لك ما فينا كلوم الكابتن فجر، لانه هو اولموست كان خبره، يعني هالفكره عم تراوده. اصعب شغله مصطفى هو كلاعب بحس اذا الرجل، يعني حرام الرجل يعني كان. طيب بس وقف بس معي مو بس خليني بس بهالدقيقه